أما هلأ رح ننتقل إلى إيطاليا ونشوف سوبر ماركت بمفهومها المتداول بالشكل ولكن ليس بالمضمون. شو المميز بإيطاليا بهالسوبر ماركت؟ منتابع بهالتقرير. هيدي سوبر ماركت بميلانو بهندستها الداخلية تشبه أي دكان، لكن اللي عم يصير فيها بعيد كل البعد عن فكرة دكان الحي. فيها أذرع رجال آليين بيساعدوا على اختيار المنتوجات، ولوحات إلكترونية بتعطي الزبون المعلومات عن المنتج مثل وين زرع، كيف انقطف، سعراته الحرارية ومزاياه وفوائده للجسم، وحتى مع شو بيلبق بالطبخ. اليوم هالقصة تيست، يعني تجربة، بكرة رح تصير واقع يومي. ومن التقرير من ميلانو بنختم حلقتنا لليوم مع تقريرنا الرياضي. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام 7:30. بنتمنى لكم نهار حلو، لاقونا بكرة. باي باي. أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن شكره لفترة السنتين يلي قضاهم بين جدران نادي ريال مدريد من بعد ما تم إقالته، وقال أنشيلوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: رح تبقى ذكرى العامين الرائعين اللي قضيتهم بريال مدريد دايما ببالي، بشكر النادي والجماهير واللاعبين، فليحيا ريال مدريد. وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أعلن خلال مؤتمر صحفي عن رحيل أنشيلوتي بعد سنتين مع الفريق الملكي وقبل انتهاء تعاقده مع النادي بعام كامل. من جهتها اقتربت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليتولى المسؤولية خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني مدرب السيتيزنز الحالي. صحيفة مترو البريطانية أكدت أنه إدارة السيتي تلقت دفعة معنوية كبيرة من بعد ما تخلى ريال مدريد عن أنشيلوتي، وأصبح الباب مفتوح لها للتعاقد مع المدرب يلي عنده خبرة كتير كبيرة. وأيضا ألقت الصحيفة الضوء على التقارير اللي بتأكد المدرب الإيطالي اتفق مع السيتي ووقع على عقود مبدئية، وأشارت أنه قرار ريال مدريد رح يسهل من إتمام هالصفقة. فجر موقع فوكس الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن قرب تعاقد شالكي مع مدرب روسيا دورتموند يورغن كلوب يلي رح يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق السبت المقبل بنهائي كأس ألمانيا وقت بيواجه فولسبورغ. وذكر الموقع أنه الراعي الجديد لشالكي يلي شركة أوبل بتربطه عليها قوية بمدرب دورتموند، والمفاوضات كان بلشت بوقت سابق من أجل الانتقال للغريم التقليدي شالكي بصفقة اعتبر الموقع أنه رح تشكل إمبلة جديدة بالعلاقة بين الجارين. وذكر موقع مدرب شوتغارت السابق هوب ستيفنز واللي كمان رح يكون مساعد للمدرب الجديد، علما انه ستيفنز يعتبر بمثابة رمز بالنسبة لجمهور الفريق على اعتبار انه كان ايد شالكي بوقت سابق لحقق لقب كأس الاتحاد الاوروبي. انتهى الدوري الانجليزي الممتاز هالموسم مع رامي ياسية عديدة لفرق الصدارة، واتربع تشيلسي على عرش المسابقة، وحصل مانشستر سيتي على افضل سجل تهديفي بالبطولة، وتمكن مانشستر يونايتد انه يتأهل لدوري الابطال. وحطم تشيلسي رامي ياسية جديد بعد فوزه على ساندرلاند 3-1 بنهاية البريمير ليج، وقت باقي 274 يوم بالبطولة من دون خسارة، وخسروا البلوز 4 مباريات بس بكل البطولات هالموسم، وهي الاقل بتاريخ الدوري الإنجليزي. تحدث اللاعب البرازيلي داني ألفيش عن مستقبله مع فريق برشلونة. منذكر أنه بآخر فترة إشاعات كتير كبيرة عن محادثات بين ألفيش وبرشلونة وصلت لطريق المسدود، ومن المحتمل أنه يغادر المدافع بعد مباراة الفريق بالستة من شهر حزيران المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا. ألفيش أصر بالمؤتمر الصحافي بأنه ما رح ينتقل لباريس سان جيرمان مثل ما أوحد بعض أجهزة الإعلام بالفترة الأخيرة. ذكر التقرير صحفي من نادي جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي عم يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة من صفوف ريال مدريد، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولي جوفنتوس بغضون اليومين الحاليين مع وكيل أعمال خضيرة لبحث ضم اللاعب الألماني، خاصة أنه عقده مع النادي الملكي بينتهي بنهاية الموسم الحالي. ووفقا للموقع أنه جوفنتوس مستعد ليدفع 4 مليون يورو بالموسم ليقنع خضيرة لينضم للفريق لمدة 3 سنوات.
خرج إرنستو برونزيتي وكيل أعمال إيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لفريق ريال مدريد وأعلن عن اسم المدرب الجديد للفريق الملكي. وصرح برونزيتي أنه رافا بينيتيز مدرب نابولي رح يكون مدرب لريال مدريد بنسبة 99.9%. وبشأن مستقبل أنشيلوتي أكد وكيل أعماله أنه نية أنشيلوتي أنه يحصل على إجازة لمدة عام واحد. أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن فريق ريال مدريد أخذ قراره النهائي بشأن بقاء الدول المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو داخل جدران قلعة سانتياغو برنابيو بالموسم المقبل. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإدارة ريال مدريد قررت عدم شراء تشيتشاريتو المعار من نادي مانشستر يونايتد هيك ليرجع لمسرح الأحلام. وما حصل اللاعب المكسيكي على فرصته الكافية مع لوس بلانكوس تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي بسبب الاعتماد على ثلاثي الهجوم كريم بنزيما جاريس بيل وكريستيانو رونالدو. تشيتشاريتو ما كان عنده أي تأثير مع ريال مدريد بالموسم الحالي باستثناء انطلاقته المفاجئة بالدور ربع النهائي قدام أتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا وأتسجل هدف التأهل للميرينجي. أصبح الأوروغوايين لويس سواريز نجم هجوم برشلونة جاهز تماما ليخوض نهائي كأس إسبانيا قدام أتلتيكو بلباو يوم السبت المقبل من بعد ما أبعدته الإصابة عن آخر مبارتين بالليغا قدام أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورون. ومنذكر أن ثلاثي برشلونة الهجومي ميسي وسواريز ونيمار أحرزوا خلال هالموسم 117 هدف وأصبحوا على بعد هدف واحد من الرقم القياسي المسجل باسم ثلاثي ريال مدريد كريستيانو رونالدو بنزيما وهيغوايين عام 2012. وقت بيدخل المدرب الإيرلندي بريندان روجرز قاعة الاجتماعات مع ملكي ليفربول الرياضية خلال أيام القليل المقبلة فهالشي بيعني فك الارتباط بين المدرب وإدارة الفريق. الأضواء رح تتحول للمدرب الجديد يلي رح يكون بدلا من روجرز بتدريب فريق ليفربول من بعد ما احتل الفريق المركز السادس وتلقى خسارة قاسية وتاريخية قدام ستوك سيتي 1-6. واستنادا للمعطيات السابقة أعدت صحيفة دايلي ميل البريطانية بعددها الإلكتروني تقرير حول هوية أبرز أربع مدربين يلي رح يكون يورغن كلوب، مايكل لاودروب، كارلو أنشيلوتي وستيف ماكلارين. ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة الـ NBA وبنهائي المنطقة الغربية فريق هيوستن روكتس عم يرفض أنه يستسلم وقلص الفريق إلى 1-3 مع جولدن ستيت وأتغلب عليه بنتيجة 128-115. جيمس هاردن سجل 45 نقطة وهيدا أعلى رقم شخصي لإله بالبلاي أوفز. مباراة أجريت على ملعب تويوتا سنتر بهيوستن وتابعت 18,239 متفرج. الربع الأول انتهى بتقدم هيوستن 45-22 وهيدا أعلى رقم أيضا بتاريخ البلاي أوفز. جولدن ستيت كانت أهل للنهائي بفوزه على ممفيس 4-2 وهيوستن على الكليبرز بنتيجة 4-3.